تنضم إلينا من غزة مراسلة ألغاد نيفين سليم. يعني نيفين، تفاصيل الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا. نعم، يعني إجراءات جديدة فرضتها وزارة الداخلية في قطاع غزة، ستبدأ هذه الإجراءات يوم غد الخميس، وهي عبارة عن إغلاق ليلي سيستمر لمدة أسبوع، سيبدأ من مغرب كل يوم وحتى صلاة الفجر، وهذا الإغلاق يشمل منع حركة المركبات والمشاة بشكل كلي بعد أذان المغرب، إضافة إلى إغلاق المساجد وإغلاق المنشآت والمحال التجارية بشكل كامل، عاد عن استمرار إغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بشكل كامل، ويمنع أيضا فيها حركة المشاة وحركة المركبات. وهذه الإجراءات هي تضاف إلى إجراءات أخرى اتخذتها وزارة الداخلية، وهي إجراءات سابقة كإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية وإغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات ومنع إقامة بيوت العزاء في الشوارع أو الأفراح أيضا داخل المنازل. هذه الإجراءات تأتي في ظل ارتفاع غير مسبوق وفي أعداد الإصابات اليومية التي يسجلها قطاع غزة. قبل نصف ساعة من الآن خرجت الحصيلة الجديدة للإصابات خلال 24 ساعة الماضية، 10 وفيات داخل القطاع وأكثر من 1200 إصابة هنا داخل القطاع، وعدد الحالات الحرجة أكثر من 300 حالة في غرف العناية المركزة، يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي. هذه الأعداد ربما للمشاهد يعني تبدو صغيرة، لكنها في منطقة قطاع غزة صغيرة المساحة ومكتظة بالسكان، هذه هي أعداد كبيرة وتنذر أن قطاع غزة قد دخل مرحلة الخطر الشديد في وباء كورونا، وهناك تحذيرات من قبل وزارة الصحة تدعو المواطنين فيها إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، خاصة لبس الكمامات، والتي نلاحظ داخل الشوارع أن أعداد قليلة فقط من الناس تلتزم بهذه الإجراءات، وأيضا ظهور طفرات جديدة وخاصة الطفرة البريطانية سريعة الانتشار، هذا ربما ساعد على ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة يوميا بشكل كبير. وزارة الصحة أمام تصاعد هذه الأعداد دعت اليوم المواطنين إلى التوجه لأخذ اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ومن عمر 40 عاما، يعني كانت قبل أسبوع من الآن فقط الأعمار من 50 وما فوق هي من تتلقى اللقاح، اليوم بدأت المناشدات لمن تزيد أعمارهم عن 40 عاما فما فوق بالتوجه لأخذ اللقاح لمواجهة هذه الهجمة من وباء كورونا المتصاعد هنا داخل قطاع غزة. أكثر من 33 ألف شخص في القطاع تلقوا اللقاح، وهنا توجد لقاحات يعني تكفي لأكثر من 40 ألف شخص داخل القطاع، حيث دخلت لقاحات هنا لقطاع غزة قدرة أعدادها ب 80 ألف لقاح، 60 ألف جرعة منها هي جاءت من دولة الإمارات العربية في ظل إطار دعمها للقطاع الصحي الذي يواجه اليوم وباء كورونا بنقص في الإمدادات الطبية ونقص في بعض الأدوية، لكن الوزارة تقول أنها حتى اللحظة مسيطرة على الأوضاع الصحية داخل غزة، وأن الإجراءات الجديدة لوزارة الداخلية ستحافظ ربما على هذه المنظومة التي قد تنهار في أي لحظة إذا استمرت الأعداد في التزايد، وأمام ذلك يمكن لوزارة الداخلية أن تتخذ إجراءات جديدة قد تصل إلى الإغلاق الكلي الشامل لمدة أسبوع أو أسبوعين داخل القطاع. نعم، شكرا نيفين سليم مراسلة الغد، كنت معنا من غزة.